من أكبر الانفجارات الكونية في الكون تولد طاقة مثل مليار شمس وكميات هائلة من الطاقة والإشعاعات الراديوية سيسمع بها في أرجاء الكون الشاسع. نجم في كوكبة الجبار أوريون من بين النجوم الأكثر لمعانا في سماء الليل، لكنه أظهر في الآونة الأخيرة علامات تنذر باختفائه وزواله في انفجار كبير سماه العلماء بالسوبر نوفا أو المستعر الأعظم. نجم يعرفه العرب قديما، منكب الجوزاء. هل سنشهد انفجار منكب الجوزاء كمستعر أعظم قريبا؟ كما رأى ابن سينا والمصري والصوفي قديما انفجار سوبرنوفا قبل 1000 عام. وكيف سيختفي هذا النجم في 12 ديسمبر الجاري 2023؟ وهل اختفائه خلال اليومين القادمين أثرا كبيرا علينا على الأرض؟ ولماذا ربطه الكثيرون بأحداث نهاية العالم وانتشر خبر اختفائه في ديسمبر هذا العام كالنار في الهشيم في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عالميا؟ وهل هو اختفاء دائم أم سيعاود الظهور مجددا ولن ينفجر؟ ولماذا حدث خفوت عظيم للنجم في الفترة ما بين عامي 2019 و2020؟ وما الجديد الذي اكتشفه العلماء منذ أيام قليلة فقط بخصوص هذا التعتيم الذي حدث منذ سنوات؟ تخيل معايا في يوم وانت بتتأمل في السماء يظهر قدامك فجأة نور ساطع وقوي جدا جاي من الفضاء وحينور السماء لدرجة انه حيبقى أقوى من ضوء القمر وهو بدر، وكمان حيغطي على ضوء الشمس في عز النهار، وان المشهد ده حيفضل مستمر لفترة ممكن توصل لشهور وحيكون هو الحدث الأكثر رعبا في حياتك. طيب يا ترى هل ممكن ده يحصل؟ وحيكون ايه هو السبب؟ فخليني أقولك ان ده ممكن يحصل فعلا، ولكنه حدث عظيم وعنيف بيحصل في أنحاء مختلفة من الكون، وهو انفجار نجم كبير. لكن في الحقيقة مش أي انفجار لأي نجم هنقدر نشوفه وينور سماء الأرض بالمنظر ده، لكنه هيكون نجم مميز بالنسبة لنا، وهو واحد من أكبر النجوم الموجودة ومن الأقرب لنا. علشان نفهم ده ليه بيحصل وإزاي هنشوفه من الأرض، تعال في الأول أعرفك على قصة حياة النجم ده وإيه هو اللي بيميزه. العملاق الأحمر، منكب الجوزاء. لو انت من عاشقي او هوات رصد السماء بالليل، او حتى من الناس اللي بتحب تتأمل فيها بعينك في ليلة صافية من غير غيوم، هتقدر تشوف واحدة من اشهر الكوكبات المعروفة وهي كوكبة الجبار او اوريون. وهتلاقي اللي بيميز الكوكبة دي هو وجود 3 نجوم على صف واحد زي الحزام بتاع الجبار. لو بصيت فيهم شوية كده على الشمال هتلاقي نجم حلقتنا النهاردة، وهو واحد من ألمع 11 نجم موجودين في السماء، والنجم ده لونه احمر ولامع وبيسمى باسم منكب الجوزاء بيتلجوز او بالانجليزيه بيتلجوز. يا ترى ليه في اخر السنين ده النجم ده حير العلماء، وليه العلماء كانوا مهتمين دايما بيه وبكل تطوراته؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الدقائق اللي جايه. لكن حبيت اذكرك انه في الاخير لو عجبتك الحلقه تضغط على زر الاعجاب اللي بيحفزنا على الاستمرار، وتعالوا مع بعض نعرف اسرار النجم ده ايه. نجم منكب الجوزاء نجم متغير. نجم منكب الجوزاء هو ثاني ألمع نجم في كوكبة الجبار، وبيمثل الكتف الشرقي للجبار، واسمه منكب الجوزاء أو بيتلجوز، مشتق من المصطلح العربي إبط الجوزاء، واللي معناه كتف العملاق أو الجبار. واللي بيميز نجم الجوزاء دوت أنه نجم متغير. طبعا أكيد أنت بتسأل دلوقتي سؤال مهم، إيه هو يعني الفرق بين النجم الثابت والنجم المتغير؟ العلماء من خلال رصدهم ومراقبتهم للنجوم على مر العصور لاحظوا ان في بعض النجوم بيحصل تغير في لمعانها وشدتها، وبتتغير شدة اللمعان دي مع مرور الوقت، والنجوم دي سموها variable stars او النجوم المتغيرة، وهي النجوم اللي الضوء الخارج منها وبيوصل لنا بتتغير شدته وسطوعه سواء بطريقة دورية او غير دورية. والحقيقة ان ده بيرجع لأكتر من سبب، ودي قصة طويلة لو حابين نفرد ليها حلقة ونتكلم عن انواع النجوم دي اكتب على طول كده في قسم التعليقات علشان كلنا نتعلم مع بعض اساسيات في علم الفلك. لكن الشيء المهم اللي لازم تعرفه عن النجم ده انه متصنف كنجم دوري غير منتظم، يعني سطوع الضوء اللي بيوصل لنا بيتغير بطريقة غير منتظمة، اوقات ممكن تكون كل 400 يوم واوقات دورته ممكن توصل ل5 سنين.
تغير سطوع نجم منكب الجوزاء. ولكن حصل حاجة غريبة لفتت انتباه العلماء في أواخر 2019، إن نجم منكب الجوزاء بدأ ينخفض ويقل سطوعه بشكل كبير، وده كان خارج عن دورته المألوفة لينا، لدرجة إنه في خلال شهور بس انخفض سطوع النجم لـ60%، والحدث ده اتسمى بالتعتيم العظيم، ورجع النجم في 2020 لسطوعه الأصلي بعدها. لكن العلماء حاولوا عن طريق تلسكوب هابل التابع لناسا، حاولوا يدرسوا السبب وراء انخفاض سطوعه بالشكل الكبير ده في 2019. اكتشف العلماء وعن طريق انهم حللوا بيانات من المراصد المختلفة، لقيوا ان النجم ده فجر القمة بتاعته، يعني كأن نجم الجوزاء حصل له انفجار وقذف بسبب ده قطعة عملاقة من مادته السطحية للفضاء. والنوع ده من التفاعلات مش غريب على النجوم، ولما وصلت الكتلة ديت للفضاء بردت وتحولت لسحابة من الغبار، بالتالي حجب عننا ضوء النجم والرؤية مؤقتا. وزي ما قلت العملية دي طبيعية بالنسبة للنجوم، حتى شمسنا بتقوم بالعملية دي، وكمان بتقذف أو تطرد مواد من غلافها الخارجي في أحداث بتسمى بالانبعاثات الكتلية الإكليلية CME. لكن في الحقيقة ثوران منكب الجوزاء كان مختلف شوية عن العمليات اللي بتحصل بشكل روتيني للشمس، لأنه طرد كتلة بتعادل 400 مليار مرة كتلة الانبعاث اللي بيحصل عادة في الكتلة الإكليكية. لكن لسه العلماء في حيرة من عمرهم عن السبب وراء التصرف ده العملاق الأحمر. بس خليني أحكي لك كده عن نجم منكب الجوزاء وتطوره أكتر من كده علشان نفهم أكتر. نجم منكب الجوزاء بيبعد عن الأرض بحوالي 700 سنة ضوئية، يعني الضوء الخارج منه بيسافر في الفضاء تقريبا 700 سنة علشان يوصل لنا، وده معناه اننا بنبص على النجم دوت في الماضي من 700 سنة، وهو بيتميز بلونه الاحمر وحجمه العملاق، فحجمه بيوصل لاكتر من 600 ضعف حجم الشمس. وعشان تتخيل معايا مدى حجمه وضخامته، تخيل ان احنا حطينا نجم منكب الجوزاء بدل شمسنا في المجموعة الشمسية. الحقيقة بقى ان السطح بتاعه بقى حيوصل لانه يبلغ عطارد والزهرة والارض والمريخ، وممكن جزء كبير جدا من كوكب المشتري، هيكون موجود ورا حزام الكويكبات. والنجم موجود حاليا في مرحلة اسمها العملاق الأحمر. طيب ايه المرحلة دي وامتى بيوصلها النجم؟ خلينا اقولك ان النجوم زينا بتتولد وبتموت. النجوم بتتولد من سحابة من الغاز والغبار اسمها سديم موجودة في الفضاء، وبتبدأ تجمع المادة في السديم دوت في المنتصف، ومع مرور الوقت بتبدأ عملية تشكل وتكون أو ولادة النجم، وده لما بيبدأ التفاعل النووي في مركز النجم، وبيبدأ بحرق عنصر الهيدروجين ويكون عنصر الهيليوم، ودي المرحلة اللي موجودة فيها الشمس حاليا. لكن لما النجم بيبدأ يحرق الهيليوم علشان يكون عناصر أتقل، طبعا النجوم الكبيرة اللي بتكون 8 أضعاف كتلة الشمس أو أكتر، فهي بتحرق وقودها النووي أسرع، وبيحصل اندماج للهيليوم علشان يتكون الكربون. وفي المرحلة دي بيزيد الضغط الداخلي للنجم، وبترتفع درجة حرارة لب النجم، وبيتحرر طاقة كبيرة بتبدأ تتغلب على قوة الجاذبية، فبتبتدي طبقات النجم الخارجية انها تتمدد بشكل تدريجي، والموضوع بيبقى شبه التقدم نحو انفجار بطيء. وهي دي مرحلة العملاق الأحمر، وفيها النجم بيصل لمعانه لمئات المرات من لمعان الشمس، وحجمه بيكون ضخم جدا زي منكب الجوزاء. وبعد ما الاندماج النووي دوت بيوصل في قلب النجم انه يكون عنصر الحديد، بكده هتتوقف عملية الاحتراق النووي، وهتبدأ تقل درجة الحرارة المرتفعة في مركز النجم، والنجم هيبدأ في مرحلة نهاية حياته والانهيار في انفجار ضخم وهائل معروف باسم المستعر الأعظم او السوبر نوفا. وبعد الانفجار ده النجم بيتحول على حسب كتلته المتبقية، لا إما لنجم نيتروني أو لثقب أسود. وبما أن منكب الجوزاء هو أقرب نجم عملاق أحمر للأرض، ومع حدث التعتيم الكبير اللي حصل ما بين 2019 و 2020، كل دي كانت دلائل على أنه بدأ يستنفذ وقوده النووي، وحاليا سطوعه وتوهجه قل بنسبة 15 من نسبة سطوعه الأصلية. المستعر الأعظم سوبر نوفا، وده معناه ان حياته قاربت من الانتهاء بانفجار عظيم، وهيكون اعظم انفجار لمستعر اعظم ممكن ترصده من الارض. ولما ده يحصل هيكون لفترة هو اكتر نجم ساطع في سماء كوكبنا، وهيفضل لاسابيع وشهور، وهيظهر حتى في النهار جنب الشمس. لكن حابب اطمنك ان العلماء توقعوا ان الانفجار ده لسه بعيد شوية، وممكن يحصل ما بين 10,000 سنة اللي جاية، وممكن كمان يمتد الى 100,000 سنة قدام على حسب سرعة حرقه للوقود النووي. على الرغم من وجود علماء تانيين قالوا ان ما نقدرش نجزم بالارقام دي،
ممكن ينفجر في أي لحظة وحتى 100,000 سنة. طبعا حضرتك مستغرب في الفترة الكبيرة المحددة ديت، لكنها فترة صغيرة جدا في عمر الكون، بتخلينا نشوف ان الزمن في الكون غير متخيل في أدمغتنا البشرية. اللي زماننا بالنسبة للكون يعتبر كزمن حياة الفيروسات والبكتيريا بالنسبة للزمن بتاعنا. تأثيره المستعر الأعظم. طيب يا ترى هل الانفجار ده ممكن يأثر علينا او يشكل خطر بالنسبة للأرض؟ في الواقع النجم لما بيوصل لمرحلة الانفجار دي ويبقى مستعر أعظم او يحصل له سوبر نوفا، واللي هو زي ما قلنا عبارة عن انفجار ضخم بيحصل في نهاية دورة حياة النجم، وبيقذف فيه النجم طبقاته الخارجية للفضاء، ونواته بس هي اللي بتفضل منه. ومع الانفجار ده بيصدر كمية طاقة ضخمة جدا، بتكون حرفيا قادرة انها تبخر المجموعة الشمسية في ثواني معدودة. لكن بعد نجم منكب الجوزاء عننا كبير جدا، والعلماء حددوا وقالوا ان لو كان النجم على بعد 160 سنة ضوئية مننا كنا هنتأثر بشكل كبير، وممكن الحياة تنتهي على الارض بسبب الانفجار ده. لكن لحسن الحظ انه بعيد عننا تقريبا 700 سنة ضوئية. طبعا كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن تأثيرات تانية غير مباشرة لانفجار النجم منكب الجوزاء، وخاصة على حياة الكائنات الحية على الأرض وتغيير في بيئات معيشتها. ممكن تشوفه من الأيلفو. انفجار كيبلر. الأرض مش أول مرة تشهد انفجار بالحجم ده. سنة 1604 ميلادية حصل انفجار ضخم جدا لنجم كيبلر، وعرف بكيبلر سوبرنوفا أو الاسم العلمي الخاص به SN 1006، وحرف الاس والان بيشير لسوبر نوفا، والرقم بيشير للسنة اللي تم فيها الانفجار. وقتها كان لسه ما عندناش ادوات للرصد المتطورة، ولا بدأنا حتى الغزو الفضائي، لكن الانفجار ده اتأرخ في العديد من الحضارات زي الحضارات العربية والصينية والاوروبية. ولما حصل الانفجار ده دب الرعب والقلق في جميع الحضارات اللي رصدته، واعتبروه نذير شؤم، واستمر لمدة أسابيع في السماء، وكان ظاهر خلال النهار، لدرجة أنه في بعض الأقاويل أن الليل وقتها اتحول لنهار من شدة سطوع الانفجار. طبعا في أحيانا بيبقى في بعض المبالغات في الوصف القديم. كان ابن سينا ذكره في كتابه الشفاء اللي صدر تقريبا سنة 1013 ميلادية بعد سنين قليلة من وقت الانفجار، وذكره الفلكي المصري علي بن رضوان في رسائله. وقال ابن سينا في الانفجار ده اللي وصفه من 1000 سنة بوصف عجيب وغريب وقريب جدا من اللي نعرفه عن الانفجارات بتاعت السوبر نوفا للنجوم الضخمة بمعلوماتنا الحالية. وده جزء مقتبس من اللي قاله علشان تشوف دقة الوصف. قال صورة كوكب من الكواكب، وطبعا بيقصد بالكوكب النجم اللامع المنفجر SN 1006، وقد ظهر في سنة 97 و300 للهجرة، فبقى قريبا من 3 أشهر يلطف ويلطف حتى اضمحل، وكان في ابتدائه إلى السواد والخضرة، ثم جعل كل وقت يرمي بالشرر ويزداد بياضا ويلطف حتى اضمحل، وقد يكون على صورة لحية أو صورة حيوان له قرون وعلى سائر الصور، وإنما يكون ذلك إذا كانت هناك مادة كثيفة واقفة تلطف أجزاؤها يسيرا يسيرا وتتحلل عنه متصاعدة كزوائد شعرية أو قرنية. تخيل الوصف الدقيق ده لابن سينا، وبالرغم من أنه مش دقيق زي المعلومات اللي عندنا عن السوبر نوفا، لكن كان وصف جميل ومتقدم جدا في زمانه. فتخيل الانفجار اللي هيحصل لمنكب الجوزاء هيكون ايه تأثيره في المستقبل على اللي هيشوفه بعيونهم، علشان تتخيل معايا مدى رعب حصول انفجار زي ده بالقرب مننا. فهو بيتخطى اعنف القنابل النووية اللي ممكن تتخيلها، زي ما قلنا لو كان على مسافة اقرب كان هيقدر يبخر الارض والشمس في ثواني. والانفجارات دي بتكون ساطعة جدا لدرجة انها بتتفوق على سطوع المجرة لفترة وجيزة. ولكن على الرغم من بعد منكب الجوزاء الا انه عند انفجاره هيظهر في النهار والليل وكأن عندنا شمسين. والعلماء بيتوقعوا تأثيره وقتها بان لو فرضنا مثلا ان احنا اطفأنا كل الانوار اللي في المدينة اللي احنا عايشين فيها، حضرتك هتقدر تقرأ كتاب في ضوء مستعر منكب الجوزاء وكأن عندنا شمس تانية بس اقل سطوعا منها. لكن ايه السر في اختفاء النجم منكب الجوزاء بعد ايام قليلة، وتحديدا الثلاثاء القادم 12 ديسمبر في منتصف الليل؟ اختفاء منكب الجوزاء 12 ديسمبر 2023. يوم 12 ديسمبر القادم 2023 مش هتقدر تشوف نجم منكب الجوزاء، وده بسبب مرور كويكب من قدامه اسمه العلمي يونا 319، والكويكب ده هتقدر تشوفه بعينك المجردة من دون
بدون معدات أو تلسكوب. طبعا لو أنت موجود في آسيا الوسطى وجنوب أوروبا وفلوريدا، والظاهرة هتكون صعب رصدها في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والعلماء كانوا مهتمين بدراسة مسار الكويكب ده، لأنه لو تداخل مع مسار الأرض كان هيسبب أضرار كبيرة، لكن ده مش هيحصل الحمد لله، وهنقدر نشوف مرور الكويكب وهو بيحجب نجم من ألمع نجوم السماء لمدة قصيرة جدا، الثلاث اللي جاي إن شاء الله 12 ديسمبر، ثم يعاود النجم في الظهور من جديد وفي نفس اليوم إن شاء الله. منكب الجوزاء وابتلاع نجم صغير في 2019. ممكن تتفاجئ لو قلت لك إن منكب الجوزاء حصل له حدث كارثي، ممكن يكون هو سبب التعتيم الشديد اللي حصل له في سنة 2019. العلماء بيقولوا إن السبب وراء إن النجم سطوعه يقل لأكثر من 50% من سطوعه الأصلي وحجمه الكبير ده، إنه في فترة من فتراته ابتلع نجم كان بيدور حواليه أصغر منه حجما وكتلة. وفي إحصائية بتقول إن معظم النجوم الضخمة ديت زي نجمنا منكب الجوزاء بيكون سبب حجمهم الكبير دوت انهم كانوا في فتره من فترات حياتهم في انظمه ثنائيه باينري سيستم، يعني نجمين بيلفوا حوالين بعض، في الغالب بيكون نجم منهم كتلته اكبر من النجم الثاني، وفي النهايه ممكن يبتلعوا، وده ممكن يسبب تغير في سطوع النجم. في البحث ده العلماء اعتمدوا على محاكاه لنجمين مختلفين في الكتله، نجم منهم كتلته 16 كتله شمسيه، طبعا منكب الجوزاء من 16 الى 19 كتلة شمسية، ونجم تاني كتلته 4 كتل شمسية، والمحاكاة اظهرت ان لما النجوم بتقترب من بعضها بتتشارك في غلاف مشترك، وفي النهاية النجم الاصغر كتلة هيندمج مع نواة الهيليوم للنجم الاكبر كتلة. وفي حالة منكب الجوزاء بيقولوا انه ابتلع نجم اخر في فترة من فترات حياته، وهي كمان السبب في سرعة دورانه العالية اللي هي تقريبا 5.5 كيلومتر لكل ثانية. لكن الدراسة ما اكدتش بشكل نهائي النظرية دي، ولسه محتاجين ادوات وبحث اكتر علشان يتوصلوا لنتائج لتصرفات النجم الغريبة دي. في النهاية خليني اقول لك ان العلم ليه فضل كبير، اننا بنقدر نعرف الاسباب وراء الظواهر اللي بنشوفها خارقة ومنافية للعقل، وبنقدر نفسر بيها حدث عظيم ممكن يحصل بعد الاف السنين بدون اي خرافات، زي ما حصل في انفجار كيبلر، واللي هو بالمناسبة اضعف بكتير وابعد بحوالي 20,000 ضوئية عننا، كان ظاهر في النهار لمدة اسابيع فقط، وقتها كان كله بيعتبره نذير شؤم وان نهاية الارض قربت. لكن من خلال دراستنا للنجوم والمراحل اللي بتمر بيها قدرنا نفسر الظواهر اللي بنشوفها وحنشوفها في المستقبل. لو عجبتكم الحلقة ما تنساش الدعم اللي بيحفزنا على الاستمرار، انزل حالا دلوقتي واضغط على زر الاعجاب واشترك في القناة لو كنت مش مشترك، وما تنساش اخواتنا في فلسطين الابية كلهم محتاجين دعمنا بالكلمة او بالمساعدات، وما تستهونش بالقليل ده خالص، على الأقل يمكن يكون لك نجاة لما تسأل عن ذلك في يوم مشهد عظيم. نسأل الله الرحمة للشهداء والسلامة للجرحى والمكلوبين، وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في إنفوسفير ولف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.